إذن رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وما شاء الله تبارك الله الاستوديو ريحته بروستد وكذا، التتبيله والنكهه عزه واصله ما شاء الله هنا عندنا. ودي المشاهدين بعد يشمونها يعني. خليني اتكلم، وين وصلتي؟ في اي مرحله الحين؟ الحين انا قاعد اقلي البروست والبطاطس. التتبيله بالنسبه لهذه اللي انت جبتيها، بقسماط وكورن فليكس، دقيق، ثلاثه مع بعض؟ لا، بقسماط وكورن فليكس ودقيق و بيكنج باودر و جميل يعني. ونشا ونشا خليكي عاد تكملي شغلك في البروستد عشان اخر الحلقه ارجع لك اسولف معك شوي واكل بعدين ان شاء الله. إذا مشاهدينا، يعني احنا نعرف انه رفع مستوى ثقافة الوعي لدى المجتمعات من اهم عوامل نجاح المجتمع. طبعا المؤتمر السعودي لمضادات المضادات الحيوية، نروح نشوفها ونرجع. فعاليات المؤتمر السعودي للاستخدام الآمن للمضاد الحيوي، والذي هدف إلى توجيه المجتمع نحو الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية والتوعية بمنع صرفها دون وصفة طبية. المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى الوعي بخصوص البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهو يأتي تحت عنوان الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية. لا شك أنه الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية أدى في المملكة وفي أيضا كل دول العالم إلى تزايد أعداد ونسب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وقلل من الخيارات المتاحة للاستخدام في علاج كثير من الأمراض المعدية. ورؤية المملكة 2030 لتحقيق مجتمع صحي وحيوي وتوعية وتثقيف المجتمع بالاستخدام الآمن للمضاد الحيوي. أنه المضاد الحيوي هو علاج جدا مهم، لكن هو سلاح ذو حدين، فأي سلاح ذو حدين، فيه الاستخدام حسن وفيه الاستخدام سيء. الاستخدام الحسن للمضادات الحيوية هي في الحالات الالتهاب البكتيري، وأن تأخذ الجرعة كاملة للفترة كاملة. سوء استخدام المضادات الحيوية هو زي أي شيء ثاني، زي أي دواء يساء استخدامه، يجب توعية الناس فيه، لكن بإذن الله يعني بتضافر الجهود يكون النتائج إيجابية. برنامج حياتنا، نجاح العقيل. إذا رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وموضوعنا جدا حساس وإن شاء الله ما يصيب أحد. يعني الوحدة تصيب الإنسان بالكبت والاكتئاب، حالة عقلية مؤلمة تشعر الشخص في أعماقه بأنه وحيد ومحتاج لعلاقات الآخرين. طبعا يوافق هذا الشعور أكيد حزن، وأحيانا قلق، وأحيانا إزعاج. للحديث أكثر عن هذا الموضوع طبعا يشرفنا أن تكون معنا متخصصة دكتورة غزوة العمري، يسعد مساكي معنا. أخصائية اجتماعية، رحب فيك ورحب في جميع المشاهدين. جميل. يعني الوحدة هاجس وهلع أحيانا من كثر ما الواحد خايف منه يطلع له، فخلنا نعرف إيش يعني وحدة. بالنسبة للوحدة، يعني لو حبينا نعرف الوحدة، اللي هي شعور قوي بالعزلة والفراغ والاكتئاب. يعني الإنسان ما يحس ولا يتمتع بالحياة من حوله. طب هو ما يستمتع لأنه ما حوله أحد، ولا لأنه هو يعني معلش أنت تقدر تصنفين أنه هو يعاني من وحدة، لكن هو شايف أنه هو يبي كذا، هو مبسوط ومستانس على عمره كذا؟ شوفي، هي على حسب السبب. يعني لما يكون السبب مرضي، فيكون هنا أنه يحتاج لعلاج الأسباب أساس أنه ما يشعر بالوحدة. أحيانا الشخص أنه يحبذ الوحدة لسبب معين، يعني لسبب ما، ممكن يكون ضغوط الحياة يعني تضطر انه ينعزل فتره بسيطه، يعني زي ما تقولين يريح نفسه من الضغوط، ضغوط العمل، ضغوط الحياه. فهذه وحده محبذه. فتره بسيطه هذه يعني كم؟ اي فتره بسيطه، يعني انه مثلا طول الاسبوع عمل ياخذ له مثلا يوم. والله انا ما اقدر اقعد ساعه، ما اقدر اقعد ساعه لحالي. يتوحد بنفسه، يريح تفكيره ونفسيته وجسده، يعني فهذه وحده مرغوبه، يعني يقعد مع نفسه يراجع حساباته، يعني يسوي استجمام داخلي لنفسه عشان ينطلق بعد. ممكن في حاله انه الانسان يعني غلط في اي شيء مثلا بالحياه، غلط على احد، غلط قريب له، صار له مشكله، فينعزل عشان يحل هالمشكله اللي مر فيها. فهذه برضو يعني وحده مطلوبه. طيب هل الوحده باب من ابواب الاكتئاب في المستقبل؟ الوحده ممكن تكون عرض من اعراض الاكتئاب، وممكن تؤدي للاكتئاب.
طب انا معلش يعني الاكتئاب بالنسبه لي في ناس يعني ما كان عندهم مثلا احساس بالوحده لكنهم دائما مكتئبين، حتى هم يعني حول المجتمع تلاقيهم دائما يعني عندهم يقول لك انا مكتئب، هل الانسان اللي يعترف انه هو مكتئب هو فعلا يكون مريض، او الانسان اللي يقول لك انا دائما وحيد 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 هل هو فعلا وحيد؟ اكيد يكون له اسبابه، يعني احنا لو رجعنا لاسباب الوحده ممكن تكون اسباب اجتماعيه وممكن تكون اسباب نفسيه وممكن تكون اسباب مرضيه، يعني في بعض حالات مرضيه تنتهي بالاكتئاب وتنتهي بالوحده. عندك في حالات نفسية، اضطرابات نفسية معينة تنتهي بالوحدة أو أنه تكون عرض من أعراضها الوحدة. عندك أسباب اجتماعية، يعني إذا لما الإنسان يمر بمشكلة اجتماعية فيلجأ للوحدة، إما أنه هروب من المشكلة أو بحث عن حلول للمشكلة. طبعا الأشياء النفسية لما نقول أنه في اضطراب نفسي هنا نحتاج إلى علاج، يعني لما توصل الوحدة إلى مرحلة أو من مراحل المرض النفسي يحتاج هنا إلى علاج دوائي، علاج سلوكي عشان نطلع الشخص من هالمرحلة. طب خلينا نعطيك حالة كذا نشوف يعني شو السالفة هالحالة. يكون الشخص متعود أنه يعيش لحاله، الرجال مثلا في ديرة في أي مكان وعايش لحاله، تعود أنه هو دائما معتمد على نفسه وعايش لحاله، تزوج وبعد كذا ما هو متقبل أنه تكون في طرف آخر في حياته، هل هذا يصنف وحدة ولا يعني يبغاله يتعايش مع الوضع عشان يتعود على يعني حياته الجديدة؟ أنت قلتيها أنه السبب أنه مو مقتنع أو مو متقبل الشخص اللي معه، يعني هنا فيه سبب. فدائما الوحدة يكون لها تأثير على العلاقات اللي حول الشخص، وممكن أنها تكون بسبب العلاقات، يعني ممكن العلاقات غير مرضية. ممكن الشخص يكون عنده مجموعة من الأصدقاء بس يحس بالوحدة، ليش؟ لأنه هالأصدقاء مو قاعد يبني معهم علاقات صحيحة، أو أنه ما فيه صدق، ما فيه تفاعل. يعني أنا عندي مجموعة صديقات بس أنا ماني قادرة مثلا أبدي لهم سر، أستشيرهم في شيء. طب معلش أنت ذكرتي نقطة جديدة يعني جميلة، حولي ناس لكن أنا أحس بفراغ داخلي ووحدة داخلية، هذا الفراغ نابع مني أنا اللي حطيته مو بالناس، الناس حولي أكيد. بس يعني إيش الأسباب؟ هل الأسباب دحين الحين هذه الحالة أنا راجع أخصائية اجتماعية أو نفسية، ولا أنا مثلا أحاول أني أتعايش مع الناس وأفرض نفسي يعني وأغير رأيي؟ هو على حسب حجم المشكلة. لما يعني توصل مشكلة الوحدة أنه الإنسان خلاص تأثر على حياته، تأثر علاقاته بالناس، هنا يحتاج يعني متخصصين لمساعدته في تخطي هالمرحلة. لما الشخص نفسه يحس بالوحدة زي ما قلتي رغم وجود اللي حوالينا، فهذا الشيء راجع له ذاتيا، يعني ممكن تكون أسبابها ذاتية ممكن تكون أسبابها بيئية. لما تكون أسبابها ذاتية نرجع للطفولة، ممكن يكون أساليب التربية في الطفولة، القسوة والتعنيف، يعني من الأشياء اللي تخلي الإنسان يحس بالنقص، يحس أنه عدم الانسجام أو عدم تكوين علاقات مع الآخرين. فهذه من الأشياء الوحدة اللي الوحدة وبعدها الاكتئاب. خلنا نتكلم عن علاج الاكتئاب كيف يكون؟ طبعا الاكتئاب اللي هو اضطراب يحتاج طبعا إلى علاج دوائي وعلاج سلوكي. طبعا الاكتئاب ممكن يكون مرض بحد ذاته وممكن يكون عرض مع بعض الأمراض، يعني بعض الأمراض الجسدية ممكن توصل للاكتئاب زي الأمراض والكانسر اللي هي سرطانات، أمراض البتر ممكن تؤدي للوحدة والاكتئاب، فهنا تحتاج إلى علاج دوائي وسلوكي. بالنسبة للعلاج السلوكي ودوره في سواء كان الوحدة أو الاكتئاب، المدة طويلة في العلاج ولا ممكن يتعالج الواحد بسرعة؟ طبعا تختلف من كل من حالة لحالة، يعني فروق الفردية في الحالات، يعني لازم تأخذ بعين الاعتبار. أسباب المرض برضو تأخذ في الاعتبار، البيئة المحيطة بالمريض برضو تأخذ في عين الاعتبار وهي اللي تحدد فترة العلاج. طيب العالم الافتراضي له دور كبير في انعزالنا وحدتنا ولا لا؟ والله يعني كل شيء ممكن يكون سبب. في يعني في ناس كثير يعني حياتهم سوشيال ميديا كلها، العالم الافتراضي هذه والواقعي بعيدين عنه، يعني ننتبه لهم، نحذرهم، نعطيهم نصائح انه هذا ترى طريق للاكتئاب، طريق للوحده، ولا عادي هذا يعني شيء صار مفروض علينا ولازم نتعايش معه؟ هو صحيح انه شيء مفروض علينا، بس المفروض انه ما ياثر على علاقاتنا. يعني انا لما تكون علاقاتي كلها عن طريق السوشيال ميديا انا كذا اثرت على علاقاتي المباشره، يعني على العلاقات الاسريه، علاقه الاصدقاء، علاقة الجيران، علاقة الأقارب، العمل، كلها راح تتأثر. يعني زي ما قلتي في يعني جمعات الأقارب الكل مشغول بجهازه، ففي يعني تأثير على العلاقات اللي المفروض إن إحنا نقويها واللي المفروض إحنا إنه نحافظ عليها. فعلا صحيح، الإنسان لازم يتعايش مع المجتمع في نفس الوقت، يعني لازم موضوع الوحدة يخرج شوية من باله عشان يقدر يبعد عن موضوع الاكتئاب. شكرا لك دكتورة أو أخصائية غزوة العمري، شكرا لوجودك معنا، يعطيك العافية.